للمزيد ينضم إلينا أحمد صبرة، أمين تدريب حزب العدل، عضو المكتب السياسي للحزب. أستاذ أحمد، بعد تحية، حالة من الزخم تشهدها حملات الدعائية للانتخابات الرئاسية، وحيث تغطي تقريبا المؤتمرات الجماهيرية للمرشحين الأربعة، تغطي كافة محافظات الجمهورية، دلالات ذلك في رأيك؟ مساء الخير. الحقيقه هو في حاله من الحراك السياسي الغير عادي اللي مصاحب الانتخابات الرئاسيه. احنا في حزب العدل نتمتع بشراكه سياسيه مع حزب مصر المقاطي والنقابه من الاستاذ كريم زهران. حاليا احنا بنشتغل تقريبا بمعدل يوم ويوم مؤتمر انتخابي في احد المحافظات. اشتغلنا في قدرشين، واشتغلنا في المنوفيه واسكندريه والفيوم، وان شاء الله خلال يومين عندنا اسوان وادفو والاقصر. ده امر صحي وامر ممتاز، ده بيساعدنا ان احنا نقدر نوصل البرنامج بتاعنا من خلال المؤتمرات الانتخابيه، وكمان بنقدر نسمع صوت الاخرين. يعني لو في اي حد مواطنين عنده تعليقات على البرنامج الانتخابي بتاعنا المعلن، بنقدر ان احنا نحصل ونرد على استفسارات بعض الناس. تمام. استاذ احمد، ماذا عن يعني تشجيع المصريين في الخارج ايضا يعني للمشاركه الفعاله في هذه الانتخابات الرئاسيه؟ الحقيقه بالفعل عدد المصريين في الخارج عدد كبير، ويستحق الاهتمام به في ناحيه التصويت وتسهيل كل الامور ليهم في السفارات في التصويت وفي شحن البطاقات، لان يعني احيانا بتبقى في مشكله في شحن البطاقات الانتخابيه بعد التصويت. ولكن في حين ان الدوله والوزاره الداخليه تقدر تساعد ده، تساعد بعض، تساعد كل ده. صحيح. جزيل الشكر لك أستاذ أحمد صبرة، أمين تدريب حزب العدل، عضو المكتب السياسي للحزب. شكرا لك.